أجارنا الله من العذاب. قال قل له في ذاك اليوم يوم الهول المهول قل لهم أنك أنت عندنا صاحب المقام المحمود، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو القائل ثم يأتون إلي فأقول أنا لها وأسجد لربي فيناديني ارفع راسك أحمده محامد لا أعلمها الآن، فمن يعلمها؟ والله ولا جبريل يعلمها ولا ميكائيل يعلمها ولا آدم يعلمها ولا موسى يعلمها، محامد مخبأة عند الله لمن؟ لمحمد. في إيش من يوم؟ يوم القيامة. هو ذاك يوم فتوح ولا يوم أهوال ولا يوم شدائد؟ يوم أهوال لمن عاد محمد، يوم شدة لمن خالف محمد، يوم بلية لمن انقطع عن ركب محمد. أما لمحمد وقومه هذا يومكم الذي كنتم توعدونه، هذا يومكم، هذا يومكم، هذا يوم التجلي، يوم الإكرام، يوم الإنعام، يوم الإعزاز، يوم التفضل من الله عليهم. الله يجعلنا معهم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم. يراعيهم الرب لا يسمعون حسيسها؟ إيش هذه المراعاة؟ إيش هذه الملاطفة من قبل رب العرش؟ لا يسمعون حسيسها؟ صوتها يسمع من مسافة 100 عام، ريحها يشم من 500 عام، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع، وتتلقاهم الملائكة. هذا يومكم اليوم، يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قلنا يومهم بالتبعية ولا هو يوم صاحب الراية؟ ما وقع يومهم إلا بالتبعية، له يومه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يوم تقديمته، يوم تكريمته، يوم ظهور مزيته، يوم ظهور فضله وشفاعته، يوم تقدمه على الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. ارفع راسك وسل تعطى وقل يشفع. الله نشر هذه الحقائق عن خير الخلائق. يريدوننا نعظم من في الوجود، يريدوننا نكرم من في الوجود، ما يستحون على أنفسهم. نخشى من الله، نستحيي من الله أن لا ننزل هذا الحبيب منزلته بمقدورنا، ولن نستطيع أن ننزله منزلته بحقيقته، لكن بمقدورنا بمستطاعنا، ونحن ومقدورنا ومستطاعنا ما نساوي ذرة من منزلته. لكن الله كفاك، استكفى منك بذلك كما طلب منك حمده، وأنا أقدر أحمده ولا أنت؟ قال ده اللي في مقدورك أحمدني بوه، خلاص أقبل منك ذلك وأعدك حامد. حامد بإيش؟ نعم أجراها عليك، والحمد من جملتها، والتوفيق للحمد من جملتها، وقال لك حامد. حامد على إيش؟ ما هو شيء. كذلك قال حبوا حبيبي وانزلوا منزلا بمقدوركم، بس خلاص هذا اللي تقدرون عليه، اعلموا أن صفوتي وخيرتي بتنأبدي لكم في كلامي وواضح وحي معنى من معاني مكانته لديك. اسمعوني وخاطبه، اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. سمعتوا ايش قلت؟ سمعتوا ايش قلت؟ ربي يقول لها اصبر لي حكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. يجي الجاي إلى مثل ذا المجلس يحضر قلبه مع الله مع رسوله ساعة يسعد بها إلى الأبد، ليش يضيعها؟ ليش يتركها؟ تعرف من أصحابك من يضيعها مقابل لا شيء؟ انقذهم، انقذهم. ما نريد مجالس تكون حجة عليهم يوم القيامة ولا حسرة. والله إذا رأوا آثارها في القيامة كيف ما يبكون، كيف ما يتحسرون. لكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. سيدنا داود نبي من الأنبياء يقول يا رب إذا رأيتني أجاوز مجالس الذاكرين إلى من دونهم فاكسر رجلي دونهم حتى لا أتجاوزهم. فاكسر رجلي يقول إذا تجاوزت مجالسهم إلى غيرهم، وترفع لهم الألوية في الدلالة على الله تبارك وتعالى، ويميل إلى زخرف الحياة الدنيا وإلى باطل نفسه وغيها، ويضيع وقته ما حضر قلبه مع الله لحظة، لا في ليل ولا نهار. عمره 40 سنة، عمره 50 سنة، ما عرف معنى الحضور مع الله. هو الحاضر مع المآكل، مع المشارب، مع القبائح، مع الذمائم، مع القمائم، حاضر معها، ما عرف الحضور مع الله، ما عرف الحضور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا منقذ أنقذ، يا متدارك تدارك.
وعليكم يا من يجمعكم الله في ذا المجامع أن ترحموا عباد الله وأن توصلوا الخير ما استطعتم إلى خلق الله، فإن الله يحب منا تقريب عباده إليه وتحبيبهم إليه وتحبيب إليهم بذكر إنعامه وإكرامه وإفضاله وصفاته وأسمائه وبذكر أوامره ونواهيه وبحثهم على امتثال الأوامر واجتناب النواهي تحت راية خير آمر وخير ناهي نبينا الآمر الناهي. فلا أحد أبر في قول لا منه ولا من أبر منه في القول، وهو الذي يقول عن قوله ربنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. إيش المدح هذا؟ من أين هذا؟ في مبالغة؟ هذا ربك بالغ، ربي بالغ في مدح حبيبه، خلنا وبالغ كما ربي. وأين أصل من كلام ربي؟ هذا يقول الله لحب وما ينطق عن الهوى، إيش المدح ده؟ كذا مطلقة تعطيه إياها هكذا؟ من هو هذا؟ محمد عبده، محمد حبيبه، وتعطيه هكذا على طول. قدوا إيش ملاك نبي ولا ملك ولا غير ملك فوقهم كله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. نفسي له الفداء صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا حقيقة محبته، الله يرزقنا حقيقة متابعته، الله يكرمنا وإياكم بالدخول في دائرته. تحضرون المحاضر لتحضر قلوبكم، تدخلون في الدائرة وتتصلون بسلطان الحضرة، سلطان الحضرة صلوات الله وسلامه عليه. وشي سلطنة فوق أنا لها؟ من يقدر يقوله؟ قال ربي عنها يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا روح ولا ملائكة إلا من أذن له السلطان ده، إلا من أذن له الرحمن وقال ما دون يقول الصواب. سيد الأحباب أنا لها، إيش الكلام هذا؟ إيش المقام هذا؟ إيش العظمة هذه؟ تريدون أن نعظم أحزاب، نعظم دول؟ ما أسرع زوالها، ما أسرع فناءها، ما أسرع ذهابها، ما أسرع صياح أحدهم من عند الغرغرة إلى الأبد. نعظم من؟ نقدس من؟ نحب من؟ نكرم من؟ أين حقائق التوحيد إذا تركنا تعظيم الله وتقديسه في جانب وعظمنا ما حقر؟ أين التوحيد؟ أين حقائق الإيمان بالله؟ هذا أحق من يعظم، لا في الأرض ولا في السماء مثله معظم عند رب الأرض وعند رب السماء. هذا اللي اسمه محمد، هذا نبيكم، هاديكم، منقذكم، مرشدكم، معلبكم، داعيكم، الذي دعالكم في كل ليلة من ليالي عمره ودعالكم في سجداته في الليالي. ولولا دعوته ما طابت لنا المجالس من بعده ولا سرى هذا السر إلى منازلنا وإلى مواطننا. لكن خاطب الرب فينا في ليالي مناجاته في تهجده وفي سجوده صلى الله عليه وسلم، فانبسطت للأمة بساط الشرف وبساط الكرامة والحق من رأفته ورحمته. يقول ذكروا بنا وبالأمة، يقول استغفر لذنب كل المؤمنين والمؤمنات، استغفر لهم من شان يحصلون مني، من شان ينالون مني. لو استغفرهم باستغفارهم ما حصلوا مثل ما تستغفر أنت لهم، وأريد أكرمهم استغفر لهم. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم جاء إلى الذين عادوه بقلوبهم وكذبوه، قال لا تحوم حولهم مغفرة قط. يقول إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفروا. يقول لو علمت أني لو زدت على 70 غفر لهم لزدت عليه، لكن العدد ليس مقصود وإنما المبالغة، حتى يؤمنوا بك، حتى يعظموك. أما إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم لبوروسهم، أما يقولون ليخرجن الأعز منها الأذل، أما يقولون لا تنفقوا على من درسوا عدن فضوا، ما داموا كذا فلا غفران. أنهم بعدوا عن باب الرحمة، بعدوا عن باب المغفرة. فالحمد لله الذي رزقنا الإيمان بهذا النبي،